بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم مش نقدم لكم سلطة بيتراف، يعني سهلة ماهيش صعيبة. عنا البيتراف خدينا خمسة كعبات بيتراف، حبات متوسطة، كعبتين عظم، نص راس بصل ولا راس بصل صغير، كعبة بطاطا، شوية معدنوس، وباش نزينوها بالكبار والزيتون والطن واللفاحات. عنا فلفل أكحل، ملح، القارص والخل والزيت. احنا اول حاجه تو باش نعملوها باش نحطوا البيتراف يطيب في الماء يغلي على الاقل 30 دقيقه. يعني نحضروا الطنجره نتاعنا نحطوه يطيب وحده، خاطر كان باش نطيبوا معاه العظم ولا نطيبوا معاه حاجه اخرى باش يصبغ فيها. ونحط معاه شويه ملح بالطبيعه ونحطوه على النار يطيب. هذا مثال بيتراف باش نحطوه وحده يطيب، كيف العظم باش نحطوه وحدهم يطيب. معناها باش ناخذ كعبتين عظم ونحطهم يطيبوا وحدهم، ومن بعد نقص البطاطا ونحطها تطيب، ومن بعد نقص البصل والمعدنوس، ونوريكم التتبيله في الاخر كيفاش باش نعملوها. تو باش نحضروا سلطه البيتراو. كما تعرفوا حضرنا القارص، معناها ناخذوا ديما مغرفتين قارص او حامض، نفس الشيء بالخل، غرفتين خل، غرفتين زيت، نعملو شوية ملح، شوية فلفل أكحل، نخلطوهم هذا ببعض مليح. هذوما اللي باش نفوقو بيهم سلطة البيتراو. البيتراو بالطبيعة هو يسيب اللون نتاعو ويضيع السلطة. احنا شو باش نعملو تو؟ هذه البطاطا طيبناها، معناها شوية ملح طيبناها في الماء البطاطا، وهذا البصل والمعدنوس نحطوهم هما، نخلطوهم فوقهم مع بعضهم. من بعد نقصو البتراف ترونشات ونحطو فوقو السلاطة هذه باش يقعد لون البطاطا ويقعد لون البتراف كل واحد وحده. كان خلطو البتراف في وسطها يضيع اللون الكل. والتون نحبو نحطوه في وسط الخليط هذا، نحبو نخلوه زين من فوق، يعني نجم نحطوه التون معاهم توا. هذا بصل ومعدنوس وبطاطا وطن، فوحناهم بالخل والقاس والفلفل الأكحل والملح. تو نقصو البتراف ونحضروا البقية. هذا البتراف كما شفتوا غليناه وقصيناه، نحطوه هو من اللوطة ونحطو فوقه البطاطا والبصل والمعدنوس اللي فوحناهم وحضرناهم. معناها واحد كيف يهز من بعد صحفة السلاطة باش يهز البتراف من اللوطة والسلاطة هذه من فوق. بعد ما حطينا الواحد المعدنوس والبطاطا والبصل باش نحطوا الكبار والزيتون. سلطة بنينة خاصة توا في رمضان تعجبكم، بنينة. ونحطوا العظم، يعني احنا عندنا 4 اشخاص. هذه سلطه البتراف جاهزه، اللي يحب يضيف لها شويه زيت من فوق ولا شويه خل يزيد يفوحها، خاطر احنا ما فوحناش البتراف، حطينا فوق السلطه باش يتخلط بالفاح اللي حطيناه في البطاطا والمعدنوس والبصل. ان شاء الله تجربوها تعجبكم وتاكلوا بالشفاء.